ماذا يفعل الثمامة؟ إنه يطوف حول البيت مثل ما يفعل المسلمون. نعم هو كذلك، يفعل فعل المسلمين. إنه يصلي أيضا. لقد أصابه الجنون لا محالة، هيا نذهب إليه ونتحدث معه. ماذا تفعل يا ثمامة؟ يا سيد بني حنيفة، كما ترى أقوم بالعمرة لله رب العالمين. هل سبقت يا رجل؟ أكفرت بديننا ودين آبائنا وأجدادنا؟ بل أسلمت لله رب العالمين وآمنت برسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. هل جننت يا رجل؟ واعلموا يا أهل مكة أنه لن تصلكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنع عنهم ثمامة المحصول الذي كان يورده لهم وجعلهم في حصار كبير حتى خوت مكة من الطعام وكادت أن تضرب المجاعة بين أهلها وضاقت بهم المطاعم. ماذا نفعل يا سادة قريش؟ فقد فاض الكيل وخويت البيوت من الطعام. ماذا فعلت بنا يا ثمامة؟ تمنع عنا الطعام؟ تريد أن تمرغ أنوفنا في الوحل تنذهب لمحمد خاضعين أذلاء؟ ماذا نفعل يا قوم؟ ماذا نفعل؟ نذهب مرة أخرى إلى ثمامة علّه يرجع إلى رشده ويورد لنا ما تخرجه أرض اليمامة من خير كما كان يفعل من قبل. لقد ذهبنا قبل ذلك ولم يجدي نفعاً. نفعلها آخر مرة، قد يرق قلبه حينما يعرف ما وصل إليه أهل مكة، فنعتذر له عما أخطأه. نعم. يا ثمامة، تقبل اعتذارنا، فنحن لا ندرك ما نفعل. لقد ضاق بنا الحال، ولم يعد في مكة كلها حبة حنطة. أهلنا يتضورون جوعاً يا رجل. ليس لدي ما أقوله غير ما قلت. والله لن تصلكم حبة حنطة من اليمامة إلا بإذن رسول الله. أنت مصمم على أن تمرغ أنوفنا في التراب يا ثمامة؟ ليس لدي ما أقوله. فلنذهب إلى محمد ونطلب منه أن يأذن لثمامة بتوريد الطعام. ليس هناك حل آخر. هيا بنا. هيا بنا. هيا بنا. فلنذهب إلى محمد. يا محمد، نحن أهلك نستنجد بك. بيوتنا خوت من الطعام، أطفالنا جوعى. نسألك الله والرحم أن تجعل ثمامة يصدر لنا الحنطة. لقد اشترت إذنك والسماح بذلك. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أن ارحم قريشا. وهكذا يعلمنا رسول الله في هذه القصة الكثير والكثير من الدروس التي نتعلم منها في حياتنا، حيث وجدنا رسول الله رحيما مع شخص أراد قتله فينشرح صدره ويصح إسلامه ليكون سبباً في نصرة الإسلام، ثم يسمح بتوريد الحنطة لأعدائه من المشركين رحمة بهم وصلة للرحم. بسم الله الرحمن. يا رسول الله،
إنا نطلب الثأر للشهداء من بني لحيان، فقد قتلوا من قتلوا من الصحابة بدون حساب ولا عقاب، وإنا لنخشى أن تضيع هيبة الإسلام فتتكرر فعلتهم، وفي هذا ردع لكل من تسول له نفسه أن يقدم على مثل هذا الفعل مع المسلمين، وإنهم والله لن يردعوا إلا إذا أظهرنا لهم بأسا شديدا وصلابة تظهر في وجه كل معتد أثيم، تقذف الرعب في قلوبهم المليئة بالحقد على الإسلام والمسلمين، وترد كيدهم في نحورهم. وافق رسول الله على الخروج إلى بني لحيان لوضع حد لما يقدمون عليه من قتل للمسلمين، ويأمر بتجهيز 200 من المقاتلين، وسوف يكون رسول الله على رأسها بنفسه إكراما للشهداء. وكان من عادته إذا خرج من المدينة أن يترك من يقوم بإدارة شؤون المسلمين حتى عودته، وقد ولى على المدينة هذه المرة ابن أم مكتوم. إن سعادتي لا توصف اليوم، لأنني سوف أخرج في سرية على رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إنها سرية مباركة يا أخي، فهي قامت ببركة الشهداء الأبرار، ويقودها رسول الله، فسنكون في صحبته دائما بإذن الله. لو كتبت لي الشهادة في هذا اليوم سيكون لي شرف الشهادة وشرف صحبة رسول الله.